ومن الفوائد أن إبراهيم عليه السلام كما قلت قبل هذا أثنى الله عز وجل عليه بإتمامه تلك الكلمات، ولأنه وفى كذلك هو أثني عليه في مقامات كبيرة وكثيرة. وقد ذكر عز وجل عن حاله كما قال عز وجل لما جرى ما بينه وبين أبيه آزر: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. ولذلك ما يقال من أن إبراهيم شك فهذا خطأ، لما رأى النجم وأفل ورمى، لما رأى القمر بازغا ولما رأى الشمس، كلا، كيف وقد قال في أول الآية وليكون من الموقنين، بل قال عز وجل عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وهو صغير آتاه الله رشده، فكيف يقع منه شك أو ريب عليه السلام. وإنما تلك المناظرة التي في سورة الأنعام إنما هي من باب التنزل في المناظرة مع قومه، ولذلك ماذا قال بعدها: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.